نصف هيعمل العالية، بيعمل العالية جوه عندها هريسة، هريسة طويل، هريسة طولوبة دي، هوبا جول، هوبا جول، هوبا جول، الله، جول 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 يا مش ممكن يا جماعة، جوه الجول، جوه الجول، عملوها عملوها يا جماعة، جوه الجول، جوه الجول يا في الدقيقة 30. والله يمكن الإحساس بيبقى يعني صعب شوية، أنا أصلا في المحاضرة بقول لهم إحنا هنلاعب، الكابتن بيكلمني بقول له إحنا على فرقة دمنهور، فيمكن الموضوع كان شوية صعب شوية. أنا مشيت من دمنهور، انا مشيت يوم 25 في الشهر او 26، يعني تقريبا المباراه اللي فاتت كنت مع دمنهور. فالموضوع كان صعب شويه، انا وقت عملت زماله كويسه، بحمد ربنا الحمد لله وبشكر فضله، بقول لزمايلي فضلك النهارده على الخساره. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول الكابتن محمد طه اتكلم معانا ان احنا لازم نكون رجاله رجاله، لان مش هنيجي هنا وناخد الثلاثه بونت غير لما نكون رجاله. مش مهم نكون احسن فرقه بتلعب كوره، المهم نكون رجاله عشان نقدر ناخد الثلاثه بونت ونمشي من هنا، لان احنا محتاجينهم، عشان كنا تحتيهم ببونت وهم سابقنا، لو كانوا كسبوا كان هيبقى الفرق بسبعة بونت ولسه هيريحوا، كانت هتبقى يعني المشكله بالنسبه لنا. فالحمد لله ربنا كرمنا بالثلاثه بونت النهارده. الحمد لله، بنشكر ربنا وبنشكر اللاعبين على المجهود الطيب اللي ربنا كلل مجهودهم بالحصول على الثلاثه بونت اللي هم اهم ثلاث نقاط في صراع الصعود للدوري الممتاز ان شاء الله. متوقع ان النهارده الفوز هيبقى دفعه للفرقه في المباريات اللي جايه؟ اكيد اكيد، المكسب بيجيب مكسب وبيدي ثقه في اللعيبه وبيدي ثقه في النفس للاستمراريه على المنافسه للصعود للدوري الممتاز. مفيش مغامرات هجوميه، الكروت بتاعت اللعيبه حتى اللي قاعدين بره، المدربين حافظين اللعيبه اللي محتفظين باللعيبه الكويسه قاعده بره. وده معناها ان هو بيعتمد على اللعيبه صاحبه المجهود او صاحبه الفكر اللي هي بتغلق مناطق الخطوره على فرقته الاول، وما فيش تفكير مجازف. طبعا في لعيبه بتبقى عندها مجازفه هجوميه وبتنتقل من الدفاع للهجوم بطريقه اسرع، مديرين فنيين بيحاولوا تملي ان هم يحتفظوا بهذه الكروت وينزلوها في الاوقات المناسبه، وده شفناه بقى من سير المباراه والتغييرات. والله احنا الاول كل حاجه خير يعني، الحمد لله، وبنحمد ربنا على الهزيمه، على المكسب احنا بنحمد ربنا على اي حاجه، وان شاء الله الهزيمه دي هتبقى بدايه لينا جديده ان شاء الله، وهتبقى دفعه لينا زي ماتش كده فاركو، وان شاء الله خدنا دفعه. ورحنا ماتش كفر الشيخ عملنا مباراه كويسه وكسبنا اربعه، وكانت الفرقه كلها كويسه وكان في روح، والخساره احنا شايف يعني فرقتنا الخساره بتفوقها، وان شاء الله اروح على الماتش الرجاء ان شاء الله نعمل ماتش كويس وهنكسب باذن الله. والله بسم الله الرحمن الرحيم، في الاول وفي الاخر كسبنا او خسرنا بنقول الحمد لله. مبروك الاولمبي برضه لك دمنهور زي ما حضرتك بتقول برضه. اكيد لا، ما حدش متوقع الهزيمه، احنا جايين لا بره او جوه بنلعب على 3 بونت. بس قدر الله ما شاء فعل، اديك حضرتك شايف 90 دقيقه احنا ماسكين كوره، وكوره مرتده كده جت علينا بجون، واحنا ضيعنا كتير يعني. بس احنا طبعا اكيد مش عاملين حسابنا اللي احنا نخسر، او مش مفكرين في اللي احنا ناخد حتى بونت على ملعبنا. من استاد نادي العاب دمنهور انتهت مباراه القمه بين نادي العاب دمنهور ونادي الاولمبي بفوز مستحق النادي الاولمبي بهدف دون رد. كان معكم احمد ماضي، حمل الالواء، قناه مصر الزراعيه.